مساء الخير أحبة المتابعين، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. طبعا بالبداية أحب أشكركم على متابعتكم وعلى اللايكات وعلى كل شيء سويتوه للقناة. اليوم راح ناخذكم ويانا جولة بسيطة تقريبا دقيقة ونص الفيديو، راح نشرح لكم على مواصفات مقشرة القمامة. خليكم وياي. راح نتطرق إلى مبدأ العمل والأداء وتأثيره على البيئة واستخداماته وشنو نقدر نربح من عنده. مقشرة القمامة تشتغل بطريقة بحيث أن القمامة توصل إلى 3-4 سنتيمتر وتجي تنظفها مرة بالأسبوع، تشغلها وتجي عندك تنظف، توفر أيدي عاملة وتوفر أشياء ثانية راح نتطرق لها. تحت كل قفص أو سيباية تكون هاي المقشطة بحيث الخروج والفضلات تنزل من فوق إلى تحت وتجي المقشطة تقشطها. الغرض من عنده أنه تقلل الريحة، توفر أيادي عاملة، وما تخلي البيض يتكسر اذا انه الدجاج بيض على الارضيه. هذه صور بسيطه للسيستم حتى تعرفون شلون يشتغل. هذا هنا انه الاقفاص تكون فوق والمقشطه تكون تحت، ينزل خروج من فوق الى تحت. انه اهم شيء انه 20% من البيض المكسر راح يرجع لك، يعني ما راح يتكسر. هذا اهم شيء خطوه، والرائحه والبيئه والفضلات تتحول الى سماد حيواني. فيديو كان بسيط وسهل ومفصل وان شاء الله عجبكم. اذا ما افتهمت شيء او ما عجبك شيء بالفيديو، علق التعليق مرتب مثلك حتى ارد لك عليه، وانطينا لايك وشكرا على المشاهدة. تحياتي لكم.